فهاي يعني دولة ما لها علاقة لا بحرية الدين ولا بحرية العبادة. المسلم اللي جاء على المسجد الأقصى ما في عنده حرية عبادة في دولة إسرائيل، ولا المسيح اللي جاء على كنيسة القيامة. لمين في حرية عبادة؟ في حرية عبادة لهدول المجانين المضطرفين المستوطنين اللي بده يصلي بالمحل اللي مش لاقيله، مش بس بده كنيسة، بده يجي يصلي بالمسجد غصب عن مليار ونص مسلم ويستفز مشاعرهم ويطلع ضد القانون الدولي. هذا إلى حرية عبادة، هاي هذا التطرف، هذا الجنون. إسرائيل بدها تسمي لنا إياها حرية تدين أو حرية عبادة. هاي ناس عنصرية. لهدول المجانين اللي طالع بده يعمل مسيرة أعلام وبده يجي يمشي وين ما هو بده، شو هي مسيرة الأعلام يا جماعة؟ هاي دولة بدها تحتفل بالاحتلال، بايش عماله يحتفل؟ جاي يحتفل بالاحتلال، هدول ناس مريضين. هذا إله حرية، مش بس إله حرية، بس بكاش تحاسبه تيجي كل قوات الأمن الإسرائيلية تحميه، تساعده يقتحم المسجد، تساعده يمشي وين ما بده بمسيرة الأعلام، تحرض علينا إحنا. وهذا الوضع إلى مستمر فترة طويلة جداً.